ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن محمد بن شنات، وهو في بيرقص الرقصه الاسطوريه وبيشعل الاجواء، ولكن مع ذلك هو لقى انتقادات كبيره جدا 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 جدا، وقالوا ناس كتير جدا انتقدته وقالوا لا حول ولا قوه الا بالله، ايه ده، وكلام كتير جدا، حسبي الله ونعم الوكيل، وحاجات كتير جدا مش هينفع تتقال. ولكن انا كمان عايز اعرف رأي حضراتكم في اللي هو بيعمله. كمان ناس قالت يعني احنا عرفنا دلوقتي الست اتطلقت منك ليه وعلشان ايه، وده مش منظر ودي حاجه لا ترضي الله ابدا. ربنا يوفقنا جميعا يا رب للصالح باذن الله، واصلح لنا احوالنا وحياتنا يا رب العالمين، واصلح لنا فساد قلوبنا. حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل السعاده والتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله.